كانوا يكون فيه مسار. ماهوش لينا احنا ماهوش لينا للاسف. انا تاع الامريكا تعمو بوش وطونطو اوباما. احنا علاش؟ احنا غير تما قاعدين نكبروا. انا نترقد وانا نخمروا. نعم بارك الله. هذا ما كان في واحد تحطو داخل بلاره تاع زيتون وتسناه فيه يطيب. هذاك ما كان اللي كان. وان شاء الله خويا الله يبقي يستر وربي يحفظكم. نعم. وان شاء الله تبقى كلمه حقه عاليه على بارك الله فيك وربي. شكرا. وان شاء الله ربي على الخير ان شاء الله. صح اخويا سلام عليكم. سفره ان شاء الله في امان الله. ظهر يقول في طيب يعني في مكالمات يعني اعتذر للاخوه اللي ممكن ما ناش قادرين ناخذهم نحاولوا حسب الاستطاعه لان حتى باش نبلغ كذلك الرساله. اولا نشكر كل الاخوه راهم حق كثيرين اللي وهذا نتفهموه ويرجع لنا شيء امل لان الجزائريين والحمد لله كلهم اللي راهم تكلموا ما حابينش بلادهم تضيع يعني ما حابينش دم اخوانهم يسيل ما حابينش تتلف حقوقهم وفي نفس الوقت فاهمين باللي هذا النظام يا سيدي فشل. علاش درك هاد الناس اللي راهم في الحكم حابين يربطوا مصير الجزائر بنفوسهم؟ علاش ما يمدوش يدهم اخوانهم للشعب الجزائري يفهموا وضعه يعني يخلوا له مجال باش يعبر على نفسه؟ فهذا هو السؤال للمواطن اليوم واش قادر يفهمه. الان كذلك احنا عندنا نتكلم الان من صميم ما نحس به في حركة رشاد نقول شيء ونقول حق بحزن كبير. علاش اليوم شبابنا يخرجوا للشوارع في انتفاضات في تظاهرات في سخط ونفهمين وضعهم كما كان يتكلم خونا الآن عدلان؟ أين هي الأحزاب السياسية؟ هل هذه الأحزاب عندها علاقة بالشعب ولا لا؟ النظام خلاص فهمنا راهم عندهم ريع شادين هذاك المال تاع البترول لاهين بأمورهم فتات مرات يربوه كما يورونا في النشرة الإخبارية ها نعطينا العجوز مراه بيت وهذا بعثناه للحج وهذا جبنا له كذا كانهم يمنوا كل يوم الصدقة تصدقوا عليه موش أنا على أساس حكومة تحاسب أمام الشعب وتدير برنامج لا أنا يمنوا علينا فهذا النظام عرفناه. الآن نتكلم على الأحزاب أين أنتم؟ هل هذا يهمكم الوضع الشعب؟ الظاهر لا. نتكلم حتى أكثر من ذلك أحزاب المعارضة معارضة إما المسموح بها ولا حتى المعارضة اللي نتكلم حتى بما فيها حركة رشاد الآن أصبح الأمر مفصلي إما أن هذه القوى السياسية اللي إن شاء الله نحسن الظن فيها تكون نزيهة ما تبقاش في دور المتفرج يعني أو تبقى في دور التنظير ولا الدروس والخطب إنما تكون مع الشعب. قد يقول لي واحد يا سي فلان بدأ بنفسك ومعك الحق أنا شاعر بهذا الشيء كمواطن جزائري وإن شاء الله نسعى إلى ذلك هذا ما نعيد به. قبل المواصلة طبعا إخواني يلحون تفضل إذا فيها مكالمة هذا الأخ تفضل. ألو 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 السلام عليكم تفضل قدم روحك أخي. إيه أنا محمد من فرنسا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. تفضل. بارك الله فيك يسمع الشيخ الشيخ الانترنت و لا لا نسمع فيك مليح تفضل أخي محمد تفضل. بارك الله فيك يا أخي. دونك كما قلت قبيلة أخونا مراد يعني الإنسان بكل صراحة يعني أنا شخصيا أتكلم على نفسي يعني واش نقول لك باللي يأست بكل صراحة يأست يأس تام من تغيير الوضع في الجزائر. علاش؟ كل واش صرا كل واش حدث في الجزائر يعني هذا الشيء اللي راهي شاد البلاد. أنا أقول والله أعلم من اليأس نتاعي ونقول باللي مستحيل يكون تغيير. الأخ محمد الأخ محمد طبعا أنا متفهم الشيء اللي تحس به حبيت نقول لك فقط شيء في 1930 فرنسا كانت في الجزائر واحتفلت بقرن على دخولها الجزائر كمستعمرة والشيء اللي قيل ذلك الوقت قالوا الآن نعطيكم موعد على قرن باش نحتفل بالقرن الثاني يعني المفروض أنا نقول بلي مشاكل لا لا وضع اليأس تاع الشعب الجزائري كان كبير ذاك ما ننساوش يا أخي الكريم
راه كانت الشخصية الجزائرية يعني دمرت، يعني الجزائريين أحرقوا محارق دي جينوسيد. ولكن لكن تفضل، يعني أنا فاهم الكلام اللي تقوله. تفضل 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 تفضل. إيه بارك الله فيك. الاستعمار راه استعمار دروك في فلسطين، ما فهمتش شي دروك في فلسطين، اليهود راه باين والاخر باين، الناس راهم يكافحوا راهم يجاهدوا راهم كذا، ما سي با باغي باش نقولوا فرنسا والجزائر سي با باغي الاستعمار نو، دروك الناس اللي راهم شادين البلاد نعم يموتوا كامل، كل يقتلوا كل الشعب، ينبلغ يقتلوا ولادهم. انا صرات انا في الصرار مين شفت باين يضرب واحد ضابط يقتل وليده قدامنا، لا لا ماشي الناس قادرين يضحوا كاع بالبلاد، ما ما كانش يستحيل يوصلوا، ما نقول باللي ما يوصلوش، شوف اذا كان مثلا انقلاب ولا حاجه ولا، بس يوصلوا بالتغيير هذا مستحيل. انا نقول الله اعلم الناس يوليوا كما كانوا بكري مع جماعه من الناس اللي ربوا التربيه وكذا، بصح باش 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 يغيروا الوضع باي طريقه هكذا ماهيش سهله، لا ماهيش سهله. متفق معك اخي محمد، متفق معك، الامر مستحيل يكون سهل. الناس الظلمات اللي صاروا، الناس التعذيب، الناس المساكر الحصر، ما الناس هذو ما يطلقوش، مو حال يطلقوا، ما يروحوا يجوا واحد اخرين، مو حال. الناس سبحان الله، الناس الناس حنا رحنا الجامعات وقرينا وسفرينا ومش عارف، وشفنا الناس صحابنا ذلك راهم في البرلمان، راهم كذا مشاو في خطهم، راهم مشدين، ما يصلحوش هذوك، ما يصلحوش خلاص، مو حال يصلحوا. نعم. ما عرفوهم، ما هم يهيئوا فيهم يجوجدوا كذا، التغيير ما شكيت بلي التغيير يكون سهل. ما انا يأست بكل صراحه، يأست انا كي نشوف هذا المستديرات من تاع كما انتم تهضروا في فراشاد والارون هذا ما يهضر من هي وجماعه، والله صحيح انا يأستون ما والو. نعم نعم، فاهم الوضع تاعك الاخ محمد، ماشي سهله ماشي سهله. نعم ماشي سهله باش الواحد يغير هكذاك. والله اعلم والله اعلم، ما بليت كي شغل ما نقولوش بنضيعوا الوقت، مي ماشي سهله. صحيح، ان شاء الله احنا يظهر لي الكلام اللي نتفقوا عليه، يعني هي كلمه ما هي سهله، وهذه مليح الانسان اللي يحب يدير اي شغل يكون واعي بالمسؤوليه وبصعوبه الموقف، يعني ماهوش سهل. صح، بارك الله فيك، ان الامر اللي ثاني يقول نغير ولا ندير كذا، هذا في اول مسؤوليه، وثاني ماهوش سهل. الجن اللي عطاه رب العالمين في الهواء كون صابوه يقطعوا علينا، ماشي حتى يعني الخيرات نتاع البلاد وكذا. صح صح، بارك الله فيك. بارك الله. شكرا اخي محمد، الله يجازيك شكرا، يعني هذه نشكرك على هذا التدخل، ان شاء الله تكون فرصه اخرى نزيدوا نتناقشوا ان شاء الله حولها. بارك الله فيك. امان الله، السلام عليكم. طيب هذه كل كما كان يتكلم الان اخونا، فيه يعني شريحه حتى من الجزائريين ويسان يتفهم هذا الوضع، يعني بعد هذا خاصه فترة التسعينات وش وقع فيها، يعني في الشارع الجزائري فيه الكثير من الجزائريين أصابهم يأس، إنسان ما يقدرش يخفي هذا الشيء، وربما يعني من أسباب اليأس هذه أن كما كان يتفضل أخونا وفي حتى تحاليل موضوعية تبين، ليست فقط راجعة للنظام، بل النظام احنا تكلمنا في عدة مناسبات وكرر هذا الكلام، أن الناس تاع النظام أصلا اللي راهم داخلين في السلطة أو يعني في الحكم في 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 الجيش ولا في الإدارة، اللي تأخذوا على حدة تكلموا ربما ينتقد لك النظام الجزائري أكثر مما نتلفظ به إحنا الآن كلهم، هذا فيه جماعة. لكن من أكبر المسؤوليات اللي ما نش عارف إذا كان سبب لكن ساهمت وبشكل كبير، هي موقف المعارضة، سواء المعارضة الرسمية اللي سامح بها النظام، أو المعارضة اللي تبحث على فضاء للتحرك سياسيا، يعني إما ما هوش سامح لها، كاين أحزاب مثلا غير مرخصة، كاين أشكال أخرى، حركات ما طلبتش أصلا حتى الترخيص، يعني مثل حركة رشاد ما تقدمش طلب ترخيص، لأن احنا ما راش نشوفه في مصلحة في الظرف الحالي، قد يتغير الموضوع في مستقبلا، لكن الآن يعني ما فيش مصلحة في ذلك. أننا حتى هذه التجمعات مهما كبرت أو صغرت مهما كان، راهي هي عندها مسؤولية كبيرة، أنها لم تكن حاضرة مع الشعب في واقعه اليومي، وباقية مرات طبعا فيها أسباب موضوعية، يعني فيه نقص في الإمكانات، فيه
فيه مراقبة مشددة، فيه إنسان اللي يشعر بالمراقبة ما يتحركش، فيه اللي خاف يشوف التهديد ما يتحركش، أو يتحرك حسب نقطة خط أحمر اللي ما راحش يوصلوا إلى مشكلة مع هذا النظام. لكن احنا نعرف أن التحرك الذي قد يأتي بالثمار يعرض الإنسان ويعرض الحركة إلى بطش هذا النظام. هذه سنة الله في خلقه، وموش هذا النظام اللي راح يبرهن العكس، بل تماما أنه هو برهن في السابق أنه يعني ما يترددش في القمع بأبشع الطرق. لكن يعني نكون كذلك واقعيين أن التغيير كما قال أخونا من قبل ما هو سهل راح صعب، لازم الناس تكون في المستوى، لازم الناس تكون في المستوى من حيث الطرح اللي تطرح فيه يكون معقول شريف نزيه، تكون كذلك قدوة، ما هوش فقط يعني كلام أو منابر نتكلم منها فقط، وإنما نكون قدوة مع الشعب وفي أوساط الشعب. وكذلك لابد أن لا يكون أدنى شك في كل من تصدر ولا قدموه إخوانه كفرد أو كجماعة من حيث وطنية هذا الناس، وهذا دائما نركز عليه حيث أن أمرهم يكون جزائري بحت وإخلاصهم لهذا البلد أن يكون لا غبار عليه، من حيث تجردهم المادي، من تجردهم من السعي إلى سلطة إلى منصب، لأن الإنسان إذا عنده طمع معين هذا راح يبتلعه هذا النظام. هذا النظام يواجه إلا من طرف الرجال والنساء الذين يقولون له تبا لدنانيرك وتبا لكل ما تملكه، نحن نريد جزائر قوية مستقلة ترعى أبناءها كلهم، ولا نريدك أنت بكل ما أوتيت وسطوت عليه من أموال. هؤلاء الناس اللي ممكن يقوموا ويكونوا يعني يقووا هذاك الصلة بالشعب وتخليهم يتحركوا. وكذلك الشيء الذي يعني أدخل شيء من الإحباط فيما بين الجزائريين خاصة في هذا الآونة، هو بعض الحوارات مرات نسميها بيزنطية حقيقة، يعني الفكر كيف نعمل ونتعامل وهذه أمور مندسة ونكثر الكلام إلى غير ذلك. وأنا أقول صراحة يعني مثلا فيه من يتصل بنا باستمرار في حركة رشاد يقولوا نعم شفنا برنامجكم وطرحكم وبعض الخطوط اللي ما تكلموا عليها، هذا شيء معقول فيما أن يقول جميل، فيه من له طبعا اقتراح لتصحيح أشياء، لكن دائما يركزون على شيء يقولوا نتمنى باش كلامكم هذا ما يبقاش في مستوى الخطاب أو الرقن، يعني سلك لابي يعني ما نش، لأن هذا الإنترنت أصبح وسيلة الآن والبعض أصبح يراه كأنه هو خلاص كل شيء يجي منه، بل لا مستحيل يجي منه كل شيء. فلذلك نحن نرى أنه لابد من كل المخلصين لهذا البلد أن يتحركوا وأن يكونوا مع الشعب، حتى إذا فيه محاولات التلاعب بهذه الانتفاضات اللي تقع الآن، مليح نكونوا مع إخواننا، وإذا أصابهم الأذى أن يصيبنا نحن. وأنا أعرف لأن قيل لي هذا الكلام، فيه من الناس من يثير أشياء، واحد يشكك كل من يتحرك هذا ضد الجزائر، هذا أيدي من الخارج، هذا رام يتكلموا من هيك. أنا أقول أن الوجود في داخل الجزائر أو خارجها هذا من مقادير رب العالمين. اليوم راه تقريبا 6 ملايين جزائريين خارج الجزائر، والكثير يسعون للخروج من الجزائر. أنا لا أراها طبعا ظاهرة صحية، هذا شيء يبكي، ولكن حتى الذين يدعون هؤلاء أن الجزائر راهم في الجزائر ويخدموا، نذكرهم بتاريخهم. إذا كانوا في السلطة معظمهم إذا ما كانش أزواجهم وأبنائهم هربوهم، هذا واضح نراه يعني في الخارج، وهذو الناس قادرين يعني يكون باقين في بلادهم، عندهم كل ما يريدون من أملاك من أموال، لكن عائلتهم مهربين ويتكلمون في التلفاز على الوطن وكذا. الرئيس الحالي في حد ذاته عندما يعني ما تركوش الأقران تاعو يصبح رئيس عند موت بومدين، مشى للخارج وتاه واحتضنته دول أجنبية، كان يشتغل عند دول مستشار. احنا الحق هذه أمور لن نصل إليها بإذن الله، سواء يعني بالشيء المقبول ولا حتى اللي فيه كلام.
أن البقاء خارج الوطن هذا من أقدار رب العالمين، لكن ما نعد به إخواننا؟